على بركة الله نبدأ عملنا الدراسي الجديد. يسر إدارة مدرسة الفردوس الأهلية دعوة تلاميذها من الصف الأول وباقي المراحل لحجز مقاعدهم. إني المعلمة وجيهة يونس أحمد، أحد معلمات مدرسة الفردوس الأهلية للصف الأول للعام الدراسي 2019-2020. أتمنى النجاح والموفقية للجميع كادرة وتلاميذ. نرحب بتلامذتنا الأعزاء في العام الدراسي الجديد. سوف نستخدم طرق تدريس حديثة لإثراء التلاميذ بالمعرفة والمتعة. المعلمة أسماء عبد السلام يونس في مدرسة الفردوس الأهلية، الفردوس تعليم مختلف. Hi, I am Mohammed Haytham and I'm an English teacher. Our teaching system is new and developed. That's why الفردوس different teaching. أهني أبنائنا الأعزاء بحلول العام الدراسي الجديد وأتمنى لهم عاماً متميزاً مبدعاً. معلمة الإسلامية سندس سالم محمود، الفردوس تعليم مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، نزف لكم باقة عطرة من التهاني بمناسبة العام الدراسي الجديد. نجدد معه العمل والهمة والعزيمة ليتجدد الأمل. نور عامر عبد الجبار، معلمة الصف الثاني، الفردوس تعليم مختلف. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أتقدم بالتهنئة لتلاميذي الأعزاء، متمنية لهم عاما جديد يملأه السعادة والنجاح والتفوق. معلمة الصف الأول ميسى المان شهاب، الفردوس تعليم مختلف.